كان معانا تقرير طبعا عن اللائحه الجديده لاتحاد الكوره، نشوف اللائحه ونناقشها مع الاستاذ الكبير جمال زهير. ايام قليله ويفتح باب القيد الصيفي لانديه الدوري الممتاز، وذلك بعدما اعلنت اللجنه الخماسيه التي تدير اتحاد الكره بعض التعديلات الخاصة بقيد اللاعبين وكذلك انتقالاتهم بالنسبة للموسم الكروي المقبل. وتم الإبقاء على نفس تعليمات قيد الموسم الماضي بشأن عدد اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق، بحيث يسمح لكل فريق بقيد 30 لاعبا. يأتي ذلك في الوقت الذي حدد فيه اتحاد الكرة عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق بأربعة لاعبين، على أن يتم تقليص عددهم في الموسم بعد المقبل، بالإضافة للاعب آخر من فلسطين أو سوريا أو شمال إفريقيا يعامل معاملة اللاعب المصري، على أن تطبق تلك المادة هذا الموسم فقط. كما لا يجوز إشراك لاعب غير مصري في مركز حراسة المرمى في جميع المسابقات. وبالنسبة لإعارات اللاعبين، فأتاح اتحاد الكرة للأندية إعارة أي لاعب بمدة لا تتجاوز مدة عقده الأصلي بحد أقصى 5 لاعبين، على أن يتم رفع اسم اللاعب المعار أو المستغنى عنه أو الذي أنهى عقده بالتراضي من قائمة ناديه وقيد لاعب منه بحد أقصى 5 لاعبين. كما أغلقت اللائحة الجديدة الباب أمام المدرب الذي يفسخ تعاقده مع ناديه من جانبه من الانتقال لتدريب ناد آخر، مع إمكانية انتقال المدرب لتدريب ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى 2 ناديين فقط بالموسم. فيما قررت اللجنة أيضا حصول اتحاد الكرة على نسبة 15% من جميع حقوق المسابقات في جميع أقسام الدوري العام، يضاف عليها 14% ضريبة القيمة المضافة، وتم إرسال تلك التعديلات لجميع أندية الدوري من أجل العمل بها خلال الفترة المقبلة.